طيب، زي ما عودنا حضراتكم احنا بيبقى معانا كل فترة مواهب مختلفة في رياضات مختلفة وأبطال كمان. النهارده هنتكلم عن التايكوندو وهنرحب باللاعب سيف هشام بطل الجمهورية في التايكوندو. صباح الهنا يا سيف، صباح النور، منورنا. منور الدنيا كلها. حبيبي اخبارك ايه؟ كله الحمد تمام؟ لله، كله تمام. بص بقى يا عم سيف، قبل ما ندخل معاك في تفاصيل البطولات اللي انت شاركت فيها والانجازات اللي انت حققتها، تعالى نتعرف عنك انت اصلا اكتر. يعني عرفنا عن نفسك، عندك كام سنه، بتدرس ولا خلصت دراسه، ابتديت مع رياضه التايكوندو امتى، وبقيه التفاصيل بقى. اسمي سيف الدين هشام، عندي 19 سنه حاليا، فتانيه بزنس عند شمس كريدت. جميل. لعبت التايكوندو وانا عندي 6 سنين، اللي هو بدايه السن بتاع التايكوندو 2010. بدات في نادي الزهور اللي في فرع التجمع، واخدت حزام الاسود وانا عندي 11 سنه، ما شاء الله. وحاليا في فريق الرجال في نادي زهور مية نصر. هاي حلو هاي. جدا. وبنتكلم بقى على مستوى المنتخب، خلينا نعرف منك برضه. جالي بعثة للنادي، قصدي للمنتخب، فأول 17، بعدين حضرت التصفيات وكده، بعدين جات لي إصابة فمحصلش نصيب. إصابة. الإصابات في التايكوندو بتبقى برضو يعني كتيرة ولا؟ كتير، لأن هي لعبة قتالية وفايت، فبيبقى فيها اصابات والتمارين وكده. وبتاخد وقت عشان الاستشفاء والحاجات دي كلها برضه. يعني ممكن يبقى فيها صليبي، فيها مزق، فيها كسر في البطولات، ركبه تتخلع، ان هي لعبه كل حاجات ضرب. بسيطه. يعني في التايكوندو عندنا الحاجات دي عادي. لكن انت ابتديت ممارسه الرياضه بالتايكوندو، ولا يعني ما كانش في مساحه وقت اظن تلعب حاجه تانية قبليها لما ابتديت؟ وانا في التايكوندو لعبت سباحه شويه، بس انا كنت من عشاق التايكوندو وبحب التايكوندو. كمان والدي كان بيلعب تايكوندو وكان برضه حزام اسود، ف برضه هو اللي دخلني التايكوندو، فانا حبيت التايكوندو واستمريت فيها. ايه اللي حببك في الرياضه دي بعيدا عن الوالد؟ يعني لما ركزت في الرياضه نفسها وبعد ما ابتديت تمارسها وبقيت واحد من ابطالها، شايف ان ايه عناصر الجذب اللي ممكن تشد اي حد انه يفكر يبتدي يمارس الرياضه دي؟ هي لعبه دفاع النفس قبل اي شيء، بتعلمك ازاي تدافع عن نفسك، ازاي تستحمل اي ضغوط. كمان بتخليك لو حصل لك اي حاجه انت عادي تعرف تتعامل معاها. في التمرين بتحس ان انت بتفضي اي طاقه عندك، كمان اللي انت بتحب دي زي الفاينل كان شايفين مطحنه اهو في يعني هنا انا كنت في دي الجوله الثالثه، انا كنت خسران بتاع 12 واحد. ماشي، انت قال لي واحد انا الازرق. يعني هنا التفريجي هي اللي فرقت، كانت 12 8 لي، بقت 13 12 ليا، فرق 5 بوينت. اوكي، هنا دي اللي قلبت كل الماتش ضربه كلها. وليها عدد معين من دي النقاط، كانت بثلاثه لما جريت وراه وضربتها، دي كانت بثلاثه، اسمها النار تشيجي دي التفريجي. اوكي، دي الفاينل كان في 2020. دي كان عندي اصابه قبليها وكنت بتمرن كتير في تصفيات المنتخب، بعدين حصل لي مشكله وقلت انا مش هلعب تاني بسبب ان انا خسرت من تاني ماتش خساره كبيره، بالذات ان انا كنت بتمرن كتير قوي وكنت بخسس كتير، وكانت اكتر فتره بتمرن فيها. كابتن شريف الكابتن بتاعي قعد يتكلم معايا كتير، قعد يقنعني ان انا ارجع تاني قبل البطوله دي باسبوع. يعني انا ما كنتش مجهز للبطوله دي. لما نزلت اكتشفت ان الدنيا لا، اللي انا اتمرنته كان بيقول لي ايه، اللي انت اتمرنته مش مهم يحصل في البطوله دي، البطولات اللي بعديها. اوكي، فانا دخلت البطوله دي، لعبت من دول ال 32، كسبت ال 32، كسبت 16، كسبت ال 8، دخلت السيمي فاينل. كان السيمي فاينل ده كان هو اللي كسبني في تصفيات المنتخب. اوكي، كان كسبني عدم تكافؤ، ف كان ضغط، انت هتقابل تاني اللي كسبك، وكان كسبك عدم تكافؤ، فرصه كبيره. فطبعا الكابتن قعد يتكلم معايا ويقول لي ما فيش مشكله وهنلعب وكده. دخلت السيمي فاينل كسبته الحمد لله، اللي هو كان كسبني. دخلت الفاينل، اللي لعبته في الفاينل كان اسمه عاطف، ده كسب في السيمي فاينل اللي قبليه، كسب بطل عالم، كان اول على العالم. واو، وسنه كان قد ايه تقريبا؟ كان 2003، انا 2004، كان أوكي. اكبر مني بسنه. سنه، فكان جايب اول عالم، بس رانكينج تاني يعني. فده كسبه، فده طويل جدا، انا كنت قصير بالنسبه لي، انا هو كده وانا كده، فرجلي طويله جدا. في التايكوندو انت محتاجه تقربي عشان القصير محتاج يقرب عشان يضرب من جوه، مزبوط. وانا محتاج اقرب له عشان اضرب، فكل ما اجي اقرب يحط رجله، كل ما اجي اضرب يضرب في وشي. فخرجت الجوله الثالثه فالدنيا بايظه. بقول لي كابتن اعمل ايه؟ كابتن قال لي خلاص تمام. بقول له كابتن اعمل ايه؟ قال لي هنلعب، اداني تكنيك، قال لي هنلعب كذا كذا كذا. فضلت مهدي 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 لحد نص الجوله الثالثه، وعملت اللي كابتن شريف قال لي عليه. فجاه بقيت بخش امسك واضرب، يعني اخش احضن واضرب، اخش احضن واضرب، فجاه بخش احضن. المفروض ان التفصيله دي تبقى جزء من التدريب، ان انت بتلعب يعني منافسين باطوال مختلفه واطراف اطوالها مختلفه. ما احنا بنتمرن عليها وكل حاجه، وعارفين ازاي
هو ممكن ياخد الضربه منك عشان تهدي الدنيا، علشان هو مثلا لو خد منك ضربه ما ينفعش تعملها، لان هو ممكن يعملها كذا مره، وهو كان بيعملها كتير. فالكابتن قال لي على البتاع اللي انا كنت مرن عليه، التكنيك اللي احنا كنا على طول بنتمرن عليه. فانا دايما لما اجي اتمرن بحب اخد اللاتور، ما بحبش اخد اتمرن مع الاقصر. صحيح. فعشان انا ميزاني بيبقى على طول في طول، يعني انا كنت طولي ايه؟ كانت 59 كيلو، فكل اللي معايا كان طول. وانت طولك كام؟ انا طولي 174. 174 بس هو في التايكوندو انت اطول مني، بس مش باين انك اطول. هو ما يفكرش عليه قصير اصلا، بس هو بيقارن بس انا كنت فاكراه اقصر مني. بيبان قصير يعني، انا حتى لو جابه ببقى قصير قوي يعني. الكتله العضليه عندي على في التايكوندو معظم اللعيبه بيبقوا معضمين وطوال، فتلاقي اللاعب وزنه خفيف قوي وطويل. فلما ضربته الهيب دي فرقت، يعني هو كان 13 واحد، دخلت الجوله الثالثه ضربت ضربتين ب 4 بوينت 4 بوينت. اوكي. هو كل نوع ضربه ليها عدد من النقاط. يعني انا لو ضربت بيك تشيجي هنا باثنين، لو ضربتها كده على طول باثنين، لو ضربتها فوق بثلاثه، لو لفيت زي الضربه الاخيره دي فوق بخمسه. اوكي. لو تحت باربعه. فضلت اضرب واخش واضرب، بعدين دخلت في الاخر رحت ضربت النار اللي انا لما لقيته جري طلعت اجري ورا ضربتها. بقت 12 7. انا طلعت اجري خلاص الماتش سخن، وطبعا لو كان شغال الصوت كان الصاله كلها صوت عالي جدا، لان ده كان فاينل من اهم ميزان في البطوله كله. بيبقى ليها جمهور وليها متابعين. انت اصلا الصوت بتاعها عالي جدا، كان صوت الصاله بتترج في الفاينل ده. فبعدين خلاص بقت 12 7، هو خد انذار، فلسه الحكم بيبدا، رحت انا لفيته ضربت. يعني هو راح 13 12، انا خسرت الفاينل ده فرق نقطه انذار. بس ماتش ما يتنسيش بالنسبه لك. ماتش ما يتنسيش، ولا كابتن، حتى الكابتن كان معايا على طول، وكابتن مصطفى المدير الفني، كابتن مصطفى زكي، هو برده بمثابه اب ليا، من وانا صغير قبل اي ماتش بجري عليه، اللي هو زي اقول له كابتن اعمل ايه، يقول لي هنعمل كذا كذا كذا، انزل تحت معايا كابتن شريف الكابتن بتاعي يقول لي هنعمل ايه. ف صراحه البطوله دي كمان اللي حصل جواها، اللي انا كنت مصاب برده، يعني انا كنت كل بطوله لازم يحصل لي اصابه مش عارف ليه. لا ده كده بقى والله يعني مقصود بقى. فكنت واخد يعني بس سؤال بس والله بغض النظر. ليه كل ماتش اصابه؟ ده بيبقى راجع ان انت تدريباتك غلط ولا احمال غلط؟ يعني اصل ده مش برضه مش طبيعي صح؟ يعني هو الفكره اللي انا كنت مصاب، هي كل مصابه بشكل، يعني ممكن اتمزق هنا ممكن اتمزق في تشكيله، لان انا بسخن في التمرين قوي، يعني انا بحب اتمرن، كنت بحب اتمرن، بحب اسخن في التمرين، فبلعب ريتم التمرين. بس انت معاك مدرب هو اللي معايا الكابتن بيهديني، بيفضل يهديني، بس هو الكابتن حتى كان كل شويه بيزعلي بسبب ان انا ممكن اسخن مره واحده في فرط حركه. والله بس خدت مسكن حقنه فولترين، يعني كل بطوله بحقنه فولترين، لان بيحصل اصابه حركه في حالته. ادارك الله، ادارك الله على فرط الحركه بتاع سي، وضع مختلف تماما. كمان في البطوله انت بتتخبط، لان انت بتضرب على طول وانت بتبقى سخن، فممكن تاخد تضرب هنا في الكوع، ممكن رجل في رجل، لان هي لعبه بالرجل على طول. هو السخونيه دي بتبقى مطلوبه ولا بالعكس لازم يبقى في ثبات انفعالي؟ لازم يبقى. هو اساس عشان تكسب اي حد يكسب ثبات انفعالي، لازم يكون عندك ثبات انفعالي. لان فكره يعني الغضب لما تبقى متوظفه رياضيا برضو بيبقى لها مفعول. يعني حصلت معايا، حصلت معايا في بطوله كابتن بهدلني بسبب الغضب ده. الغضب ده بيطلعك بره تركيزك، والخصم بيحب يطلعك بره تركيزك. اوكي. عشان انت لو طلعت بره تركيزك مش هتركز، ثغرات بقى يدخل لك منها. مش هتركز اصلا ولا هتعرف تضرب، فهتسيب الهجو وهتسيب الهجرد اللي هو اللي هنا وهنا، فده لما بيتساب انت خلاص. بس انت لازم تخلي بالك برضو يا سيف من الموضوع ده، عشان احنا دلوقتي بنهزر، بس هو مهم ان انت كل مباراه كل بطوله باصابه ده مش حلو ليك على اللونج ران، يعني على اللونج تيرم. ف في بطوله بقى مش انا كنت سليم. كنت داخل سليم ووزنت. ده غريبه منك يعني. وزنت والله، دخلت مش سليم. مش بعاده يعني. يوم الميزان، يوم الميزان كانت والدتي الله يرحمها كانت هي اللي بتعمل اكل وكده، ف انا اختي هي حكم، يعني حتى اختي حكم في التايكوندو. واو ده العيله. واخويا كان برضو حزام اسود تايكوندو، وكان في فريق كليه الشرطه. اوكي. تايكوندو لعب برضو بطولات جمهوريه كده. فكنت بعمل حاجه، الميه وقعت على رجلي، رجلي دي كلها اتحرقت، لقيت الميزان يوم البطوله، لقيت البطوله. لا لا في حاجه والله. هو الكابتن كان دايما بيقول لي انت ما ينفعش تخش بطوله سليم. والله انا بقيت متعود يعني خلاص، حقنه فولترين كنت بلف ستريتش على رجلي عشان الدم لو بان في البطوله مش هلعب، فلفيت ستريتش ولعبت، اللي هو ده اللي هو قوه التحمل او طبعا ما في. فلعبت من دور ال 34، البطوله دي جبت فيها ثلاث جمهوريه،
مع الحرقة. اه غريب. هي بطولتين دول ما يتنسوش يعني. انا لعبت ال 32 وال 16 وال 8، 8 كان من اصعب ماتشات يعني. لعبت 3 جولات دقيقتين، اللي انا كنت بلعبه كان تقيل جدا. ف يعني حتى هو بيضرب رجله جت هنا، فخدت فتحه الجرح كله نار ايضا. فانا ما كنتش قادر، بس كسبت الحمد لله. دخلت هو طلعوني من الثمانيه على السيمي فاينل على طول، فما قدرتش بالذات ان انا برضو طلعت بره التركيزي. انت عندك بطوله ايه قريب المفروض هتشارك فيها؟ ان شاء الله ناوي اشارك في بطوله مصر الدوليه اللي هي شهر 2 فبراير. دي كانت واقفه بقى لها 7 سنين يعني. بشكر برضو رئيس مجلس اداره تايكوندو، الاتحاد التايكوندو، المستشار مصطفى محمد مصطفى، انه رجع البطوله دي. دي كانت مصنفه جي 1 في البطولات العالميه جي 1. لما اتعملت هنا في مصر في العاصمه الاداريه كانت بشكل من احسن البطولات، كانت من يعني يعتبر من احسن بطولات العالم. هي مش بطوله عالم، هي بطوله دوليه، بس كانت شكل بطوله عالم. تحس ان انت بتلعب بطوله اولمبيه، بتلعب بطوله عالم. انا كنت فيها وكنت شفت، ورجعها للجي 2 يعني. حتى الاتحاد الدولي او الاتحاد العالمي للتايكوندو رجعها للجي 2 جنريشن 2. اوكي. وهتتعمل في شهر 2 باذن الله. توفيق يا رب. يا رب. وبشكر برضو رئيس مجلس اداره نادي الزهور المستشار محمد دمرداش، وهو يعني اللي عامل كل ده في النادي. هو اللي مخلينا نهتم بالبطولات وعلى طول معانا، بيدينا تكريمات على طول. فهو حتى مش سايبنا في اي بطولات ولا اي حاجه. كويس قوي. طيب بص بقى يا سيف، خليني برضو يعني اتكلم معاك انا وكريم شويه في مش هقول فنيات، بس في واقع بقى في الرياضه دي تحديدا. التايكوندو من رياضات في مصر المهمه جدا وقديمه وليها شعبيه، مش من الرياضات مثلا اللي مش معروفه، وفي نفس الوقت انتم محققين برضو فيها كلام محترم او نتائج محترمه. طيب هل انا بتكلم دلوقتي لما يبقى عندي بطوله كبيره كمعسكر كاتحاد كانديه بتلعبوا باسمها، كل الامور دي يعني جيده؟ كل المشاكل اللي مثلا ممكن اي لاعب يواجهها من ناحيه مثلا المعسكرات ان هي مكلفه او غيره، وانت محتاج مثلا جهاز فني معاك متكامل، كل ده متوافر ولا في برضو اي حاجه انت ممكن دلوقتي من خلال برنامج صوتك يوصل يعني؟ خلينا نعرف منك. هو في النادي كل حاجه متوفره الصراحه. على مستوى يعني الانديه جيد، على مستوى الانديه جيد، وفي المنتخب برضو جيد، لان المنتخب برضو منتخب مصر عامل نتائج جد. ما انا عارف نتائج كتيره. صحيح. يعني منتخب سيف عيسى اللي هو بطل الاولمبيات وبطل العالم، هو اتاهل لباريس 24 الحمد لله، وكان لسه جايب في طوكيو 2020 ثالث اولمبيات. فلا هو معسكر في مصر يعني، الرياضه في مصر جيدا وبالذات التايكوندو. هايل. لان مستشار محمد مصطفى مش مخلي اي حاجه، ولا مخلي حتى ناس تدفع في المعسكرات ولا النوادي عندنا يعني. وانتوا عندكم المعسكرات في الانديه وكده ايه؟ عندنا مستشار محمد مرداش مش مخلينا محتاجين حاجه. والله يا دي يعني حلوه ان احنا نسمع كده بجد. اي بطولات يعني. بطولات النادي اللي بيتكفل بيها، بطولات دوليه مثلا. هايل. النادي هو اللي بيتكفل بيها كل حاجه. ايه اكتر يعني نادي نقدر نقول حاليا في مصر التايكوندو فيه، مش على مستوى المنتخب بقى بتكلم انديه، تايكوندو فيه رقم واحد نقدر نقول؟ هو رقم واحد كلها في المنتخب هو سيد الدقي. السيد؟ شفت؟ نادي سيد الدقي. لان هو لسه واخد اول. صحيح. بنين وبنات. كويس. وبعدين الزهور برضو من الانديه القويه. الزهور لسه محقق كاس تاني في مصر الدوليه. كويس قوي. يومك عامل ازاي يا سيف؟ يعني حياتك عامله ازاي وانت عندك برضو فكره الدراسه، واكيد عندك برضو يعني التزامات اسريه وعادات عائليه، يعني بتقضي يومك ازاي؟ وانا حاليا دلوقتي برضو بتمرن وبمرن يعني. كابتن مصطفى زكي مسكني فريق الاكاديميه الجدد مع كابتن عبد اللطيف. كويس قوي. فنادي زهور التجمع، فبروح الجامعه طبعا في عين شمس، فبروح في العباسيه، انا في ساكن في التجمع، برجع ممكن اعمل الغداء، بعدين انزل اشوف لو عندي تمرين او عندي تدريب بنزل مره، ممكن ارجع اذاكر شويه. ده اليوم. لو مثلا اجازه بنزل اقعد شويه مع اصحابي العب، او اروح جيم مثلا، او انزل امر اللي هو التمرين بيبقى حد واثنين واربع اللي انا بمر. يعني فكره التفوق الرياضي مش واخدك من الجانب الاكاديمي او حتى الجانب لا الأسر. انا في ثانويه عامه كنت جايب اول جمهوريه مدارس، وخدت 2% حافز. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، برافو. وكنت جايب 82 ادبي اللي هو دفعه 2022. أوكي. 82 ادبي. 82% ادبي.
ماشي. لا مش قوي. ألسن كانت 80% بجد. ألسن ساعتها كانت 80%. طبعا ألسن كانت واخده من 80% وكانت سياسة واقتصاد. يعني على ايامنا واخده من 83. سياسة واقتصاد القاهرة كانت واخده من 83 سياسة واقتصاد. ياه انت عارف بقى على ايامي مش بعيد قوي يعني. بس انا كنت جايبه ادبي 92%، كنت ويتنج ليست في الحقوق انجلش. انت متخيل شو دلوقتي 82 دخلك سياسه واقتصاد؟ عندنا اللي هو بزنس عين شمس كانت بتاخد من حاجه و80 من اخر الثمانينات تقريبا. بس ده انت جامعه انت انا بزنس عين شمس. انت عين شمس. اوكي عين شمس كده. ما انا كان نفسي اجيب مجموع، يعني انا كنت عايز اجيب مجموع عالي. ساعتها ركزت في ثانويه عامه، فضلت اذاكر. ساعتها كابتن مصطفى كلمني قال لي هو انت داخل البطوله؟ قلت له اصل انا عندي مذاكره. قال لي لا هتلعبها. قلت له مش هلحق. قال لي لا هتلعبها، كانت البطوله بعد اسبوع. نزلت لعبتها وقدمت ورقي، الحمد لله كسبت اول تصفيه. دخلنا التصفيات الثانيه كانت في المركز الاولمبي اللي هي بطوله الجمهوريه للمدارس كلها. ولعبت البطوله جبت فيها اول وخدت 2% حفظ. في تفوق رياضي، درجات تفوق رياضي. ما شاء الله. كانت 2% حفظ. بس انت خلي بالك جاي برضو، وده بيفرق، جاي من عيله اصلا كلها رياضيه. انت بتقول اختك حكم ووالدك كان برضو بطل، فيعني ده بيأثر. واخوك فكل ده عامل، او ده عامل اساسي خلي بالك، مش يعني مقارنه بحد ملوش باك جراوند او ما فيش حد في عيلته رياضي بتفرق. فيعني خلينا برضو نعرف الجو او الاجواء في العيله. والدتك برضو الله يرحمها كانت رياضيه ولا لا؟ والدتي الله يرحمها كانت واخده تاني الجمهوريه في الفولي. طب اتفضل. ده كده من كل النواحي فعلا. العيله كلها ابطال. قفلتوا الرياضه دي في العيله. ف الاساس كانت والدتها الله يرحمها، يعني هي البطوله دي كانت قبل وفاتها بحوالي شهر. لو انا كنت مستغرب ازاي ربنا فتحها لي كده، بس عرفت بعدين. هي كانت معايا في البطوله دي، هي اللي كانت على طول معايا تمارينات تخسيس، كانت هي على طول بتوصلني تجيبني من ساعه ما بدات تايكوندو، كانت هي على طول بتوديني تجيبني. دعواتها هتكمل معاك طول عمرك خلي بالك. الله يرحمها. يعني هو باين يعني حتى أكيد. بعد أكيد. دخلت ثانويه عامه جبت مجموع وجبت طبعًا. الكلام ده كله كانت تيجي تاخدني المدرسه وانا صغير، كنت في اولى اعدادي مثلا، كنت بتمرن كتير لان انا جبت في الوقت ده كنت جايب برده تاني جمهوريه، ف او جايب تاني جمهوريه في البومزه وجبت تالت جمهوريه بعديها على طول في الكروجي. ساعتها كانت في الاسماعيليه، كانت بتيجي تاخدني من التمرين من المدرسه توديني الدرس، كانت بتجيب لي الاكل. انا يعني كنت بخسس كده، فبتجيب لي الاكل اكله في العربيه واروح الدرس، بعدين تروح تعمل لي الاكل تاني وتجيب لي اللبس وتيجي تاخدني من الدرس للتمرين، وبعدين كنت بروح كده. ربنا يعني افتكرها وهي فرحانه بيك وفخوره بيك، وتاكد ان دعواتها مكمله معاك طول حياتك ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي اخوك فرق بينك وبينه قد ايه في السن؟ هو الفرق بينه وبينه 4 سنين. 4 سنين. تخيلت ان الفرق اصغر شويه، لان ساعات في مراحل سنيه مبكره طبيعي قوي يبقى في مثلا اخين بيتخانقوا مع بعض، تمام؟ ما بالك لما يكونوا الاخين دول بقى ابطال في التايكوندو، فنوع خناقتهم مع بعض ممكن تبقى عامله ازاي؟ وكنت انا صغير وهو كان 4 سنين، فكان مسيطر هو. في التايكوندو بالذات. يعني حتى هو كان في التمرين كان ما شاء الله عليه كان قوي جدا في التمرين وكده. في البيت بقى كان يفضل يلعب معايا تايكوندو، كنت بفضل اعيط منه. مدغدغين السفرة عندكم تلاقيكم. بيرزعني في الحيطه، يرزعني في النيش كده. كان ما شاء الله. بس كان برضه هو اللي خلاني استحمل. انا كنت بتمرن مع اخويا، بحب اتمرن معاه لان هو كان قوي. فلما قعدت اتمرن معاه بقيت بخش اتمرن مع ناس كبيره عادي، ما بحسش ان انا لو اتضربت. قصدي لعبه قتاليه. ايوه لعبه دفاع عن النفس القتاليه. فلازم استحمل ضرب علشان اخش جوه البطوله. تلاقي الموضوع سهل. تلاقي الموضوع سهل. يعني احنا عندنا في التمرين بنقول ايه؟ الضرب جوه التمرين عشان في البطوله ما تضربش. طيب بص يا سيف، عشان الوقت بيجري، خليني برضو انا وكريم نحاول نعرف منك راسم لنفسك ايه بعد كده. يعني في ابطال بيبقوا قاعدين معانا بيقول لك لا انا هركز في الرياضه دي وحتى بعد ما اخلص هتجه للاداره او التدريب فيها. انت اوريدي بتدرب دلوقتي، بس هو ده الكارير اللي انت عايزه بعد كده ولا مع ده عايز تشتغل مثلا؟ هو انا عايز اشتغل في البيزنس، انا كنت حابب مجال البيزنس فحبيت اخش فيه. وكمان مع التايكوندو يعني ممكن مع دراستي كمان اعمل حاجه، ممكن اعمل مثلا اكاديميه. ممكن ابني فكره بزنس مع الرياضه طبعا بالذات، لان دي احسن كمان، لان انا في مجال بحبه ودراستي بحبها، فالاثنين هيخلوني اعمل حاجه انا بحبها. ومن حسن حظك كمان ان احنا بنتكلم على رياضه زي ما كانت نواند بتتكلم من شويه، ان فعلا ليها شعبيه كبيره جدا الرياضه التايكوندو اصلا، وابيلنج لناس كتير. ممكن لو انت مثلا في يوم من الايام بقى عندك اكاديميه خاصه تاكد ان هيبقى لها رواد. يعني التايكوندو من 50 سنه قبل الميلاد في كوريا، كانوا ساعتها سلالة شيو كانت فيها رباط، فكانوا عايزين يطوروا فن التايكيون اللي هو قدم ويد.
هي التايكوندو جايه من ايه؟ من الطاي الرجل او اضرب، وكون هي الكم باليد، ودو يعني الانضباط لان هي لعبه عسكريه، فكانوا بيطوروا الفن بتاعها فهي تايكوندو، اتسميت على التايكوندو. اوكي، تصدق بقى دي معلومه ما كنتش انا اعرفها، كنت اعرفها. بس منشاها هي دول اسيا مش كده؟ كوريا. كوريا معظم الالعاب دي تلاقي يا صين يا كوريا يا يابان، ما بتطلعش بره. ودخلت الاولمبياد 2020. اوكي، انت نورتنا يا سيف، وبنتمنى لك كل النجاح والتوفيق اللي جاي ان شاء الله. الله حبيبي، كل التوفيق ليك، وتحياتنا للبيت اللي انت بجد خارج منه، لان هو اساس في اللي انت واصل له. وان شاء الله تبقى معانا مره تانية بقى، وعايزينك كمان تبقى على صعيد المنتخب كمان باذن الله، لان ده مهم جدا. انت عندك بوتنشال كبير، بس بقى ابعد عن الاصابات والنبي. يعني احنا عايزينك خلاص. الموضوع بقى غريب. انا بعد البطوله قعدت بتاع 6 شهور اتعالج، والحمد لله ما فيش اصابه.